في النجف تظاهر المئات من أبناء ناحية الحيدرية شرقي المدينة احتجاجا على قرار اتخاذ خط الكهرباء، واتهم المتظاهرون الجهات الحكومية بسرقة أموال الشعب، ورددوا شعارات باسم الدين باغون الحرامية. وفيما أكد المتظاهرون رفضهم لموضوع خصخصة الكهرباء وعدوها خطوة تستهدف الجماهير والفئة الفقيرة تحديدا. أوضحوا أيضا أن الغرض من جباية الكهرباء هو فتح باب جديد لسرقة أموال الشعب العراقي. جماهير ناحية الحيدرية أعلنت موقفها الحاسم هذا اليوم أنها تقف ضد الخصخصة، ولم يكن موقفا عاطفيا بل هو عن دراسة معمقة. جلسنا مع الخبراء مع المسؤولين وتناقشنا معهم، وإلى أن توصلنا إلى نتيجة أن هذه مسألة الخصخصة هي مص دمائنا، ويبقون يمصون دمائنا إلى أن نموت. هذا الدم هو شريان الحياة، يأخذون من دمك شوي شوي إلى أن يكتونك. فهاي الخصخصة الحكومة تحكي، وحتى رئيس الوزراء مع احترامي وجل احترامي لشخصه يقول ما تستهدف الفقراء. والله تستهدف الفقراء في الصميم. باكورة المظاهرات في ناحية الحيدرية وهي رفض خصخصة الكهرباء اللي نرفضها رفض قاطع. باكر راح تتوسع، شوف جائز الجمعة اللي تجي تتوسع وتتوسع وتتوسع. بالنسبة أغلب المطالبكم شنو؟ مطالبنا احنا ناس لا خير لا عمل لا شغل، احنا الناس الطبقة الضعيفة. احنا بالنسبة لنا قاعدين ندفع الكهرباء، ندفعها بالصحيح. شيء ثاني طلعت لنا هاي مالت الخصخصة، هاي الخصخصة تريد الضعيف وتريد اللي العافية تاكل وياه.